وللمزيد تنضم إلينا مباشرة الزميلة جرمين إبراهيم مراسلة التلفزيون المصري. جرمين، تضعين في الصورة تفاصيل ثالث جلسات المحور المجتمعي للحوار الوطني. نعم بعد التحية بالفعل نتابع معكم من مقر انعقاد جلسات الحوار الوطنية، هذه التغطية الحية والمستمرة لفعاليات هذه الجلسات، وخاصة نتحدث اليوم في ثالث أيام الأسبوع الثالث وأيضا ثالث أيام المحور جلسات المحور المجتمعي بلجانه المختلفة. هذه الجلسات التي تعقد بالتوازي، فاليوم كان هناك جلسة من لجنة الشباب مخصصة عن تمكين الشباب في ملف ريادة الأعمال. هذه الجلسة والتي عقدت على مدار جلستين اليوم تم الحديث فيها عن عدد من الملفات التي تتعلق بتمكين الشباب وأيضا ذوي الهمم، سواء كان تمكين سياسي بشكل عام أو بشكل خاص. فيما يتعلق بجلسة اليوم هو تمكين في ملف ريادة الأعمال، كان هناك عدد كبير من الاقتراحات المتبادلة في هذا الإطار. هناك من تحدث أن الدولة بالفعل تولي اهتمام كبير بالشباب، وهذا يظهر من خلال تنظيم مؤتمرات الشباب وأيضا تحديد عام للشباب كما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي. وهناك من تحدث أنه الأمر يحتاج إلى مزيد من الدعم خاصة في مجال ريادة الأعمال عن طريق وضع مفهوم واضح للمشروعات الصغيرة والناشئة ومتناهية الصغر، أيضا تسهيل الإجراءات الخاصة بتنفيذ هذه المشروعات للشباب. هناك من تحدث أيضا عن يعني تخفيض الضرائب التي يتم فرضها فيما يتعلق على الأرباح، مما يعطي تشجيع للشباب أو رواد الأعمال للبدء في تنفيذ مشروعاتهم في الداخل، أيضا تخصيص جهة محددة للتعامل مع رواد الأعمال، وأيضا هو مفهوم الشباك الواحد أن يتم العمل عليه. يعني كان هناك عدد كبير جدا من الاقتراحات التي تأتي في مصلحة الشباب وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة. هناك أيضا من تحدث عن سد الفجوة بين التعليم وبين سوق العمل، وتوفير مزيد من التدريب للشباب، وأن يكون هذا التدريب ليس فقط بعد التخرج ولكن أيضا يكون في مرحلة الدراسة سواء الدراسة الجامعية أو قبل ذلك. هذا فيما يخص عمل لجنة الشباب اليوم. أيضا في نفس التوقيت كان هناك عمل للجنة الصحة للحديث عن الرعاية الصحية بين التحديات والأمال من خلال مناقشة منظومة التأمين الصحي الشامل والنظام الصحي سواء كان حكومي أو خاص أو أهلي، وتم استعراض تاريخ منظومة القطاع الصحي في مصر والحديث عن الصعوبات التي تواجه الأطباء وكيف يمكن العمل على تحسين بيئة العمل، وأيضا رفع المرتبات الخاصة بالعاملين في المجال الطبي وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل. ونتحدث يعني ممثل الدولة أنه بيتم العمل بالفعل على تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وحتى أنه التطبيق سيكون قبل الوقت المحدد لها. فهناك الحقيقة كان يعني عدد كبير من الآراء المتعلقة يعني بملف الصحة أو ملف ريادة الأعمال. جرمين إبراهيم مراسلة التلفزيون المصري، شكرا جزيلا لك.